مد تولز هذه الشركة الأمريكية المتخصصة في الأدوات الخاصة بالخزافين، ومن خلال موقعهم بإمكانك تختار الأدوات المناسبة لعملك في مجال الخزف. ولكن سنتوقف عند أداة من أهم الأدوات الخاصة في مجال عمل الدولاب، وهي أداة الترم تولز. وهذه الأداة تم اكتشافها أو اختراعها من شخص فنان مهم جدا في مجال الخزف الأمريكي، هو من صنعها بإيده ثم أعطى براءة الاختراع لشركة المود تولز لبيع هذه الأداة المميزة في الشكل وفي التصميم. تعالوا خلونا نجربها مع بعض. هذه الأداة فيها ميلان وفيها كيرف جميل جدا لكشط الطينة أثناء العمل، وكلنا نعرف في هذه المرحلة من مراحل العمل على الدولاب وهي مرحلة التشطيب أو التهذيب الخاصة بقاعدة القطعة الطينية، وهذه المرحلة تحتاج دقة وعناية شديدة جدا من قبل الخزاف ليخفف كمية الطينة الموجودة في القاعدة، وأيضا يحاول الخزاف أن يصنع قاعدة مثالية للشكل. تحتوي هذه الأداة الفنية على زاويتين، الزاوية الأولى هي الزاوية المائلة الحلزونية لتشطيب العمل بشكل زاوية أو بكيرف مائل معين، والطرف الثاني يحتوي على زاوية صغيرة ولكنها مناسبة جدا لتشطيب قاعدة القطعة الطينية. أتمنى إن شاء الله أن يكون أعجبكم هذا التقرير في المد تولز، وشكرا لكم.